السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة في الفيديو دوت إن شاء الله تعالى عن السجلات، والمفروض إن كل سجل المفروض إن هو يخزن بايت واحدة أكتر من بايت، إيه اللي المفروض هيتم. ثم بعد ذلك هنتطرق إلى بعض الأمثلة على لغة الأسمبلي أو بعض الأوامر على لغة الأسمبلي، ثم بعد ذلك في المحاضرات القادمة إن شاء الله إن إحنا إزاي هنبرمج بلغة الأسمبلي. طبعا المفروض حضرتكم، تاني بقول الكلام ده تاني، اعمل سبسكرايب واعمل متابعة على القناة عشان خاطر توصلك الفيديوهات الجديدة بالنسبة للمحاضرات بتاعتك. ان مع سنة تانية عملوا مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للقناة في تحميل المادة بتاعتهم الدوائر الكهربية، كان في مشكلة في المتابعة والسبسكرايب، ان هو كمان مش عارف يشغل الفيديو اللي موجود على القناة. المهم انت تعمل متابعة او سبسكرايب وتحاول تركز في المحاضرات، لان المفروض ان انا طالما انا شرحت فيديوهات ان انا هنجيب من المحاضرات. هنتكلم بقى عن السجلات اللي موجودة مع المعالج، والسجلات دي هتخزن معايا كام بايت، المفروض ان السجلات دي موجودة فين؟ في الذاكرة. طيب اتكلمنا يا ولاد، قلنا في نهاية الفيديو السابق او المحاضرة السابقة ان انا عندي سجلات عامة، ومنها سجل العنوان اللي هو ال HL، وعندي سجل مؤقت، واتكلمنا عن دورة اخذ وتنفيذ المعلومة من الذاكرة. المفروض ان الذاكرة بتكون عبارة عن مجموعة من الريجسترز، وكل ريجسترز بتكون من موقعين زي ما انت شايف. ده سجل العنوان. سجل العنوان ده يا ولاد اللي هو الايه؟ ادرس ريجستر، اللي بتكون منين دلوقتي؟ من اتش وايه وال. قلنا ايه اللي جنب منها؟ 8، يعني يقصد بها 8 وحدات رقميه اللي هي 8 بت، والاتش اللي هو 8 ايه؟ 8 بت. هنا بقى بيقصد بها ايه؟ ان السجل ال دوت هيشيل معلومه بواحد بايت اللي هي 8 ايه؟ 8 بت، والسجل اتش هيشيل برضه اللي هو معلومه اللي هي ايه؟ 8 بت اللي هو واحد ايه؟ واحد بايت. طيب الجزء الاولاني ال ال والاتش مش بيتخزن فيهم اي حاجه، الجزء الاولاني ده بيتخزن فيه حاجه اسمها الليست بايت، والاتش ده بيتخزن فيه ايه؟ الموست بايت اللي هو المحتوى الاقل اهميه، ليست بايت. والاتش اللي هو بيتخزن فيه اللي هو ال 8 بت بيتخزن فيه المحتوى ايه؟ الاعلى اهميه، بيسموه الموست بايت. نفس القصة الاي، السجل اي تخزن فيه الليست بايت، دي موست بايت، وهكذا بالنسبة للبي والسي، هنا الليست بايت وهنا الموست بايت. طيب بعد كده يا ولاد قال لك المفروض انا دورة تنفيذ المعلومة اللي احنا خدناها في الجزء اللي فوق، المفروض ان هي بتمر على انهي السجلات الاول عشان خاطر تتخزن. قال لك هنا لما تيجي تقرا حتى عشان ما تتوهش، انت عندك هنا ايه؟ ان السجل المؤقت اهو، لو قريت من هو بيحول هذا العنوان داخل السجلات المؤقته اللي هو الزد والايه والدبليو. لو انا احط عنوان معين وهدي مثال عليه دلوقتي، بيخش اول حاجه في السجل المؤقت اللي هو الزد ايه؟ الزد دبليو اللي هو ده الدبليو زد. بعد كده بيطلع يا ولاد على ايه؟ البروجرام كاونتر اللي هو سجل البي سي او سجل عداد البرنامج. ثم بعد كده بيطلع على سجل العنوان اللي هو الادرس ريجسترز، الادرس ريجستر ده، وبعد كده بيطلع منه على ناقل العنوان. تخيل ان احنا في اول الكتاب ده، ومعظمكم بيقول ان انا درست جزء فيه، انت بتاخد قشور وبتاخد قشور فيه في الاول، فانت ما انتش فاهم الدنيا جوه بتبقى عامله ازاي. احنا اتكلمنا مثلا في الاول في التركيب الداخلي للمعالج، وقلنا عندنا ايه؟ ادي الادرس باس، وادي الكنترول باس، والمعلومه بتمشي ادي نمبر 1، وبعد كده نمبر 2، وبعد كده نمبر 3، ادرس باس الاول، وبعد كده الداتا باس، وبعد كده اشارات التحكم، وبعد كده ينقل على نقل عنوان تاني. هنا بقى تخيل اما بتخش جوه شويه كمان، بقول لك قبل ما يخش على نقل العنوان اصلا اللي هو بينتقل منين بقى؟ من الذاكره. مش احنا كنا بنقول عمليه القراءه يا اولاد من الذاكره؟ كنا بنقرا من الذاكره داخل مين؟ البروسيسور. وكنا بنمشيها ايه؟ عملية واحدة، هو الادرس باس بينتقل من الذاكرة الميموري إلى مين؟
لا الادرس باص للمعالج، يبقى ايه خطوه واحده اهي. الخطوه واحده دي بتتم فيها كل الحركه اللي انا بقول لك عليها دي، ان هو العنوان عشان اقراه بجيب السجل المؤقت اللي متخزن في الذاكره بحط فيه العنوان، بعد كده بخش على سجل تاني اسمه عداد البرنامج، بعد كده بيخش على سجل تالت في الذاكره اسمه ايه سجل الادرس ريجسترز، بعد كده بتنقل على ناقل الايه على ناقل العنوان. تخيل ان العمليات اللي جوه دي كلها بالنسبه للريجسترز بتتم اصلا قبل ما تطلع على ناقل العنوان. انت متخيل ده؟ المفروض ان انت تتخيل ده ان حضرتك الكترونيكس، فالمفروض تكون فاهم اصلا البروسيسور بشكل عام بيبقى ماشي جواه عامل ازاي. يبقى ده يا اولاد ايه بالنسبه لايه؟ اما تيجي تقرا هنا الريجسترز هتلاقي هنا ايه؟ السجل المؤقت زد ده ثم وهنا يقول لك لتكن تعليمه، تعليمه يا اولاد يعني معلومه مخزنه في موقع بعنوان ما، مخزنه في موقع يعني فين؟ موجوده في الذاكره اهي. لتكن معلومه متخزنه فين؟ في موقع. معناها كده ايه؟ انا هعمل عمليه ايه؟ اغس. يبقى ادي اول مرحله عشان انفذ معلومه اغس، اخدها من ايه؟ من ريجستر موجود فين؟ في الذاكره. بعد كده هتحول لمين يا اولاد؟ بيحول العنوان اللي في الذاكره ده داخل السجل المؤقت اللي هو الزد ايه؟ دبليو. وقلنا الدبليو ده الليست بايت اللي فيه المعلومه الليست بايت 8 بت، والزد ده اللي فيه المعلومه اللي هي الموست ايه؟ بايت. ثم بعد ذلك يا اولاد ايه؟ يبقى كده من الذاكره الى السجل المؤقت اللي هو زد دبليو، ثم الى ايه يا اولاد؟ البروجرام كاونتر اللي هو البي سي، عشان يبدا ايه يا اولاد؟ يبدا يعد، ما يقراش العنوان اللي فات ويرجع يقراه تاني، لا اما زود واحد يبقى ينتقل لموقع ايه؟ للموقع الذي يليه. ثم بعد ذلك هيخش بقى الى السجلين مين؟ الاتش وال اللي هم في السجلات الايه؟ العامه، اللي هو ال بيشيل ايه يا اولاد؟ بيشيل 8 بت اللي هو 1 بايت 1 بايت، والاتش بيشيل 8 بت، لذلك هم اصبحوا ممثلين سجل ذات ايه؟ 16 وحده رقميه اللي هي 16 بت اللي هي 2 بايت. عداد البرنامج بيزيد بواحد ليه؟ معناها بيزيد واحد ليه يا اولاد؟ عشان ايه؟ يقرا او يخزن في الموقع المباشر المستعمل ايه المعلومه دي ما يقراهوش تاني. طب جه هنا شرح لك الموضوع ده تاني، قال لك ايه؟ ليكن عندك ان انا عندي دي يا اولاد اللي انت شايفه ده اهو اللي هو 12 و 00، طبعا اتش دي يعني هيكسا، 12 دي 12 دي اللي بيسموها يا اولاد ايه؟ ال 8 بت، 8 بت اللي هي بتخزن في ايه؟ في سجل مثلا ايه؟ الزد، شايف؟ ده اللي انا بخزن فيه ايه؟ الليست بايت، والدبليو ده بخزن فيه ايه؟ الموست بايت. هو بيقراها كده ان ال 12 الاولانيه اللي هي القيمه الاولانيه من المعلومه بيسموها الليست بايت، اللي هي المعلومه الاقل اهميه بتتخزن في السجل الاولاني اللي هو الزد اللي هو بيخزن بايت واحده، وال 2 دي بتبقى عباره عن الهكسا اللي هي 4 ايه؟ 4 بت، وال 1 اللي هو ايه؟ بتكون برضه من 4 بت اللي هو 1 3 اصفار، وال 2 اللي هي ايه؟ 0100. يبقى انا عندي كده ايه؟ 8 وحدات رقميه بتمثل 1 بايت، بيسموها في المعالج الليست ايه؟ بايت. هتلاقي المعلومه دي فين اللي انا بتكلم فيه ده كله اهو، بيقول لك ان البايت بيحتوي على اقل اهميه بيسموه الليست، والبايت الاعلى اهميه بيسموه الايه يا اولاد؟ بيسموه الموست. طيب بعد كده يا شباب ده محتوى ايه بقى؟ انتقل كده، انا سجلته فين؟ انا نقلت كده المحتوى ده، المحتوى ده نقلته حطيته في السجل المؤقت اللي هو الدبليو زد، بعد كده هينتقل لمين يا اولاد؟ لعداد البرنامج اللي هو البي اي سي، هو نقله بقى خلاص اهو. طب المرحله الثالثه بقى يبقى هو كده بقى فين؟ في البي اي سي هنا، انما فوق هنا في السجل المؤقت اللي هو الدبليو ايه؟ الدبليو زد. طب بعد ده كله يا اولاد مثال على عمليه اخذ وتنفيذ الايه؟ المعلومه اللي هو الفلوت شورت الاولاني خالص اللي احنا كنا بنتكلمه ايه يا اولاد؟ كنا بنتكلمه عنه. هنا عند المرحله الثالثه قال لك بيحتوي على سجل عدد البرنامج اللي هو على القيمه ايه؟ اللي هي لسه بايت 12، والموست بايت دي التعليمه، دي الانستراكشن انفورميشن اللي انا ايه؟ هنقراها او هنجيبها منين؟ من الذاكره، عشان اطلعها على ناقل العنوان. شفت انا بقول لك ايه؟ المعلومه تتاخد من الذاكره، انا هقرا من الذاكره، يبقى هنقل من الذاكره لمين؟ للبروسيسور. يبقى رقم واحد هنا ايه؟ الادرس باص. انا قبل ما بنتقل عمليه النقل من الذاكره للادرس باص بتمر بالسجلات اللي انا عمال اتكلم فيها في الفيديو اللي فات والفيديو ده. طب المرحله الثالثه هنا ايه؟ بيحتوي البي سي سجل عداد البرنامج
بيحول بقى محتوى اعداد البرنامج الى سجل الايه يا اولاد؟ الى سجل العنوان. ودي المرحله الثالثه. يبقى المرحله الاولانيه المحتوى اتنقل للسجل المؤقت اللي هو ال دبليو زد، ثم اتخزن هنا في عداد البرنامج اللي هو البي سي ريجسترز ريجستر، ثم هينتقل بقى الى مين يا ولاد؟ سجل العنوان اللي هو الادرس ريجستر، اللي هو هيبدا بعد كده يطلع منه على ناقل العنوان اللي هو الادرس باص اهو. يبقى هو يحول البي سي اللي هو البروجرام كاونتر تو ادرس ريجسترز او ريجستر ادرس. بعد كده ايه بقى؟ ثم هينتقل الى ناقل الايه، هيطلع بعد كده الداتا تطلع على ناقل الايه العنوان اللي هو الادرس باص، وبعد كده هيزيد عدد البرنامج بواحد عشان ايه ما يقراش نفس المعلومه تاني. او تعالى بص هنا تحت في الفلو شارت اللي موجود ده، شوف ادي محتوى عدد البرنامج، المفروض ان احط قبل منه ايه نفس هنا ايه المحتوى السجل المؤقت اللي هو الدبليو ايه يا اولاد؟ الدبليو زد. اتنقل في مين؟ اتنقل في عداد البرنامج. بعد كده عداد البرنامج نقله في ايه؟ في الادرس ريجستر. ثم الادرس ريجستر هنا نقله على ايه يا اولاد؟ على الادرس ايه؟ على الادرس باص. طب هو جاب لك المرحله الاخرانيه دي، هم زودوا هنا ال 13 ليه يا اولاد؟ عشان ما عداد البرنامج ما يقراش نفس المحتوى ده ايه؟ مره اخرى. طبعا هندخل بعد كده في عمليه البرمجه اللي هو الاسمبلي بقى والاوامر بتاعها، وازاي ان انا بقسم المواقع بتاعت الذاكره، وازاي ان انا بنقرا منها. فانا هكتفي بهذا القدر بالنسبه للفيديو عشان خاطر المساحه بس بتضايقنا شويه في موضوع التحميل في الابلود. اسالكم الدعاء، واتمنى ان انتوا تذاكروا تهتموا. شايف الناس ما بتدفعش خالص على الواتس، والناس ما بتقراش. اي نعم احنا بنمر بظروف صعبه، بس المفروض ان حضراتكم يعني كل واحد يعمل اللي عليه بقدر المستطاع. انت كده كده قاعد في البيت، فحاول تذاكر وانت موجود في البيت. الجزء الثاني اي حد عنده اسئله ممكن يسالنا على الجروب، لان يعني انتم ما بتسالوش ما بتقروش، انتم حرين. بس يسال حط امتحان، هنحط امتحان. الله المستعان. ما تنساش تعمل متابعه وتعمل سبسكرايب على القناه. لو حد عنده استفسار للمعيد او ليا يكتب على الجروب. رجاء ان انتوا تهتموا بموضوع المذاكره تاني، وهكمل ان شاء الله في المحاضره اللي جايه اللي هو الجزء الباقي من البي دي اف، ممكن انزله تاني مع الفيديوهات الجديده. اسالكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.